الباكيج 3 رح نتعرف على حدا رح يضل معنا كل السنة رفيقنا الجديد، هو العصفور سحري وكتير مهضوم. هيدا العصفور بحب ياكل وبروح بفتش بالجنينة على أكل. في مرة كان عم بفتش على أكل وما كان يلقي، صار يطير بعيد حتى وصل على شجرة فيها تفاح كتير بشح وطيبين. هو وعم بياكل بيلتقى بحرف أول مرة بشوفه، بيطلع فيه وبيقول له صباح الخير. هيدا الحرف ما بيعرف يرد، قال له ما بتعرف شو بيقوله؟ قال له لما إذا حدا بيقول لك صباح الخير منقول صباح النور، ولما منقول كيف حالك اليوم بترد علي وبتقلي بخير شكرا. قرب لعنده قال له طيب هلأ خبرني ما اسمك؟ عمل الحرف انه كأنه ما بيعرف يقول اسمه. قال له طيب خبرني ما تستحي ما اسمك؟ قال له ما تضحك علي. قال له اكيد لا ما رح اضحك عليك، خبرني ما اسمك؟ قال له رررر. قال له يي في حدا هيك اسمه؟ قال له ما اسمه بابا؟ قال له رررر. طيب ما اسمه ماما؟ رررر. يي تعرف انت ما بتعرف كتير تفتح تمك مشان هيك ما عم تحكي كتير منيح. قال له بس كل اصحابي بعيطولي ره. قال له طيب انا رح ساعدك تفتح تمك، رح روح على الجنينة وفتش على شي ساعدك تفتح تمك. طار العصفور وبلش يفتش، اجا وحامل بتمه عود، عود من عودين التفاحة يلي كان عم بياكل منهم. حمله بتمه وقال له شوف شو رح نعمل، رح تطلع فيي كتير منيح ورح تقول اسمك. انت وعم بتقول اسمك رح كب العود ولازم تلقطه بتمك انت وعم بتقول اسمك وما توقف. يلا 1 2 3 طلع فيي منيح. قال له يي ما انتبهت علي، وقع على الارض العود. رح نرجع نعيد، طلع فيي كتير منيح لازم تلقطه بتمك للعود. يلا 1 2 3 ألو يي مش بإيدك يا ره، بتمك بدك تلقطه أسرع، انتبه كتير علي. بعد مرة 1 2 3 ره. ألو برافو شو شطور، بعد مرة قلي شو قلت؟ ألو ره. ألو برافو شفت كيف فتحت تمك بس لقطه بتمك؟ واو شو شطور، رجع قلي لكان بس يصير العود فوق راسك شو بصير اسمك؟ قال له را. قال له شطور كتير منيح، من وقتها ما صار عنده العود فوق راسه صاروا كل رفقاته يسموه هيدا را.